تحياتي لحضراتكم مشاهدينا الكرام. ما زلنا من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثانية والخمسين بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ونتحدث عن الإقبال لليوم الثامن على التوالي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يستمر حتى 15 يوليو الجاري. بنتحدث مع الدكتور هيثم الحاج علي رئيس المعرض ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. يطلعنا على مزيد من التفاصيل عن فعاليات المعرض. دكتور، بنرحب بحضرتك النهارده اليوم الثامن على التوالي للمعرض وفعالياته. بنتحدث عن عدد الاقبال ونسبه الاقبال من المواطنين، واي فئه مستهدفه المعرض لهذا العام وهذه الدوره؟ الحقيقه انه بعد قرار معالي الوزيره اول امبارح بزياده الطاقه الاستيعابيه للمعرض ل 140,000، وده بعد قرارات دوله رئيس الوزراء بالزياده دي، بدأ امبارح يبقى في اقبال اكبر بكتير. الحقيقه انه بقى في جمهور عارف سيستم المعرض وعارف سيستم الدخول وعارف انه المساله سلسه وسهله وما فيهاش اي مشاكل. فالنهارده بدأت الحكايه كمان تزيد. احنا في نص النهار، لكن لازم نشير لانه اكتر كثافه بتيجي المعرض بتيجي بعد العصر، يعني بعد انكسار الموجه الحاره. يوميا بعد انكسار الموجة الحارة نقدر نقول انه 60% من جمهور اليوم بيجي في النص الثاني من النهار بالشكل ده. الاقبال زيادة كمان علشان فتح باب حفلات التوقيع اللي هتبتدي بعد شوية ان شاء الله، اول حفلات توقيع منظمة مع ارض المعارض. في ظني انه ده هيحرك الدنيا شويه، حركه البيع شويه هتكتر بالنسبه للناشرين، وده المستهدف اكتر بالنسبه للمعرض هذا العام. طبعا ما فيش فعاليات على الارض زي ما حضرتك عارفه غير حفلات التوقيع اللي هنعملها في الهواء الطلق، وده حفاظا على السلامه العامه. كمان في حاجه مهمه جدا موجوده انه القاعات الداخليه كلها معدود زوارها بالهيد كاونتر، وعند حد معين بنقفل البوابات لحين خروج البعض، ده لإجراء الإجراءات الاحترازية وللحفاظ على سلامة الجمهور. وده اللي كان أولوية عندنا. شعار في القراءة حياة بيستهدف أصلا أنه القراءة ممكن تنملنا حياتنا وممكن نعيش بيها حيوات مختلفة، لكن كمان القراءة ممكن تخلينا نستوعب هذه الإجراءات ونحافظ على سلامتنا وسلامة كل الجمهور الموجود معنا. يعني عندنا كم حفلة توقيع تقريبا يا فندم خلال الفترة المتبقية للمعرض؟ يعني ما يقرب من أسبوع الفترة المتبقية، حوالي كم حفلة توقيع؟ هو الحقيقة ما أقدرش أعدهم، لكن الجدول اللي بدأ الحجز عليه بيعمل حوالي أكتر من 200 حفلة توقيع على مدار الأسبوع القادم. وداخل المعرض القاهرة الدولي للكتاب بنتحدث يعني عن إجراءات، ما هي الإجراءات اللي حضراتكم اتخذتموها أثناء حفلة التوقيع؟ إجراءات حفل التوقيع أنه مبدئياً حفل التوقيع في الهواء الطلق مع وجود أشرز منظمين لحركة الجمهور، ما فيش بيع في مكان حفل التوقيع، كل البيع هيبقى في الأجنحة العادية خالص. حفل التوقيع هيبقى مجرد أنه المؤلف يوقع كتابه لجمهوره فقط، وده برضو لضمان السلاسة وضمان عدم التكدس حتى في الهواء الطلق. بنتحدث عن 567 جناح من مختلف دول أوروبية وأسيوية وإفريقية يا فندم، يعني ربما أبرز الأجنحة اللي حضراتكم رصدتم فيها إقبال كبير من المواطنين. الحقيقة أنه الجناح الأكبر إقبالاً هذا العام هو جناح مبادرة وزارة الثقافة ثقافتك كتابك، اللي فيه الكتب المخفضة من جنيه ل 20 جنيه من قطاعات وزارة الثقافة أو من دور النشر الخاصة. كم الإقبال عليه كبير جدا، كم مبيعاته عالية جدا. أنا أظن أنه ده بيعكس وعي كبير جدا للشباب على وجه الخصوص ولكل جمهور القراء، وإقبال منهم على حركة القراءة الحديثة كمان. يمكن الدورة الثانية والخمسين هي دورة استثنائية كما نعلم، وهي يعني بها إجراءات متعددة حضراتكم اتخذتموها أثناء هذا المعرض، منها منصات إلكترونية، منها أنشطة ثقافية على المواقع الافتراضية، تواصل مباشر مع المواطنين عن بعد. يعني ربما في سياسة تغيرت أثناء أيام المعرض بشكل تدريجي، تغيرت أي من أنواع الإجراءات، هذه الإجراءات يا فندم؟ احنا دايما في حالة انعقاد دائم للجان المعرض، وكل يوم تقريبا بندرس اللي حصل في اليوم وممكن نعدل تنسيقاتنا الأمنية أو تنسيقاتنا مع الأشرز بناء على اللي بيحصل في اليوم،
وبناء على الكثافات اليومية. وأظن أنه قرار الزيادة الاستيعابية كان سريع جدا بعد قرارات مجلس الوزراء، وده لأنه الحكاية في انعقاد دائم، فدايما الإجراءات بتتعمل في دلوقتي أشرز بيوزعوا كمامات على البوابات، لأنه لاحظنا أنه بعض الجمهور بيجي ما معهوش كمامة وما فيش حاجة برة تديله كمامة، فده بيهدده أنه ما يدخلش مثلا. في كمان توزيع للمطهرات سواء على أبواب القاعات أو على أبواب الدخول في الخارج، وده برضو إجراء زيادة خدناه في وسط الشغل. أنا أظن أنه ده التعديلات الدائمة بتقول بس أنه حتى مع الدورة الاحترازية مع الدورة الاستثنائية إحنا ممكن نعدل من السيستم بتاعنا، لكن برضو هتفضل شعار السلامة أولا هو الشعار المسيطر علينا. ولكن تجربة المنصة الافتراضية الإلكترونية هي حديثة من نوعها بالنسبة لوزارة الثقافة والمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حضراتكم إزاي تقيموها في اليوم الثامن يعني؟ الحقيقة أهم حاجة موجودة في المنصة دلوقتي باعتبار أنها صدرت أثناء المعرض هي حجز التذاكر، وفي إقبال كويس جدا عليها. يعني على أول مرة السيستم زي ده أنا شايف أنه الإقبال كان هايل جدا، والتعامل معها كان سلس إلى حد ما، وكمان إحنا بنعدل في طريقة التعامل معها أول بأول. الأهم من ده هو الجولات الافتراضية اللي عملنا لنا أجنحة تعتبر مراية للي بيحصل في المعرض على المنصة الافتراضية. المنصة الافتراضية زاد عدد زياراتها خلال الأسبوع اللي فات عن 90,000 زيارة، وده بالنسبة لمنصة بتطلق لأول مرة بهذا الشكل، دي أول مرة في العالم يبقى فيه جولات افتراضية في معرض كتاب. بالنسبة لده وبالنسبة لأنها تجربة جديدة، أنا أظن أنه ده نجاح كبير جدا. المنصة لما بدأت كانت ترتيبها في عداد الأليكسا فوق 120,000 بالنسبة لمصر، امبارح وصل ترتيبها ل 365، يعني قفزت أكثر من 120,000 موقع في حوالي 8 أيام، وده بالنسبة لموقع إلكتروني صادر حديثا بيعتبر إنجاز كبير جدا. أخيرا يا دكتور، يعني لو بنتحدث عن هل هناك خطة لزيادة أيام المعرض، وخصوصا مع الإقبال الكبير اللي بنشهده كل يوم بدءا من بداية وقت المعرض من 10 صباحا حتى 10 مساء؟ زيادة أيام المعرض هتبقى صعبة جدا، لأنه لاحظي حضرتك أن احنا آخر أيام المعرض هيبقى يوم الخميس القادم، وبعديه على طول هتبتدي أجازة العيد الأضحى، كل ده لازم يتفك قبل الأجازة، فهيبقى عندنا مشكلة لو زودنا يوم أو اتنين أنه الناس هتشتغل في العيد، ودي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة على التنسيق، ومشكلة كبيرة بالنسبة للناس اللي بتشتغل بقالها أكتر من شهر. انطباعات الدول المشاركة وخصوصا الدول اللي بها نزاعات وانقسامات وبتعاني اقتصاديا مثل الدول العربية متعددة، حضرتك شايف ازاي الانطباعات اللي حضرتكم رصدتموها من دور النشر المختلف؟ والله كل الضيوف العرب والأجانب مركزين جدا على انه الدورة الاستثنائية دي كانت بمثابة تحدي كبير، وانه الثقافة بتقدر تقرب وجهات النظر دايما، وانه وجودهم معانا في القاهرة كان وجود مهم. أنا أظن أنه التواجد في معرض الكتاب ما بقاش تواجد ثقافي بس، بقى تواجد قومي إنساني في العموم، وفي ظني أنه ده يعني كان مرتكز مهم جدا لوجود كتير من الجنسيات معانا اللي هي بتمثل 25 جنسية السنة دي. دكتور هيثم شكرا جزيلا على هذا اللقاء ونورتنا على شاشة إكسترا نيوز، شكرا جزيلا. شكرا وأهلا بيكم دايما. إذن مشاهدينا كما تابعنا دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وأيضا رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، أطلعنا عن تفاصيل الفعاليات المختلفة التي تتم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52. هذه ربما أبرز التفاصيل ورسالة يومية من معرض القاهرة الدولي للكتاب. شكرا جزيلا على طيب المتابعة.